لم تكن تتوقع يوماً ما أنها سوف تصبح أول مهندسة طيران إماراتية تتخصص في ميكانيكية مكابح وفرامل الطائرة، متوجة مسيرتها العلمية بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي كان سبباً في دعم تعليمها في بريطانيا بمراحله المختلفة. فمن هي المهندسة سعاد سلطان الشامسي يا ترى؟ سعاد سلطان الشامسي مهندسة طيران إماراتية، عشقت مجال الطيران من صغرها وحلمت أني أتخصص هذا المجال، والحمد لله نجحت فيه وحالياً أعمل في المجال صار لي 10 سنين. أما كنت عايشة في بيت الوالدة الله يطول بعمرها قريب من المطار، فكنت دائماً أشوف الطيارات الطير، فحبيت شكلها كطفلة، تعلقت بالطائرات، فكنت حابة أني أتخصص هذا المجال. كنت أتغاضى عن الألعاب الأنثوية، البنات يحبونها، فكنت دائماً أحاول أني أرسم الطيارة، أحاول أتعرف عليها هالطيارة عدل، لحد في سنة من السنوات سافرت أنا والوالدة وإخواني وإختي، ففي الطيارة تعرفين يعطونك ألوان وألعاب، فأنا كنت أمشي في الطيارة أعد عدد الكراسي أشوف كيف شكل الطيارة الداخلي، لحد ما تكونت صورة داخلية أني أنا حبيت هذا هالمجسم، مجسم الطائرة، وحبيت أني أعرف بزيادة عنه، لحد ما كبرت الفكرة بداخلي أني أنا أحب أتخصص مجال يندرج تحت مجال الطيران، والحمد لله تخصص في مجال هندسة الطيران. سعاد خريجة مدرسة آمنة بنت وهب، تخصص علمي، حبيت أني أتخصص مجال الطيران. في هذا الوقت كان ما في مجال مفتوح للنساء، فقط للرجال يوم تخرجت من الثانوية العامة. فطبعاً مع العناد وحاولوا أني أتخصص مثل أختي طب أو علوم سياسية أو تخصصات القانون مثل أخواني، ما كانت لي الرغبة، كانت رغبتي أني أتخصص طيران وخلاص مجال هندسة الطيران. فدخلت جامعة الإمارات، أذكر 3 أيام ما حبيت المجال، دخلت الجامعة الأمريكية 6 شهور، التخصص بداخلي أني أنا أبي أدرس هندسة الطيران، لحد ما تواصلت مع سمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمره، وقلت له أنا خريجة ثانوية عامة وتخصص علمي ونسبتي عالية وأبي أتخصص هندسة الطيران، ولكن في الإمارات غير متوفر للنساء. الحمد لله خلال 10 أيام سافرت على حساب سموه إلى المملكة المتحدة بريطانيا، تخصصت هندسة الطيران ميكانيكال بيور ميكانيكال في جامعة هارتفوردشير يونيفرسيتي، ومن ثم كملت الماجستير في تخصص هندسة علوم الطيران في كومنتري، وحاليا أول سنة لي في الدكتوراه كذلك في هندسة الطيران. خوض مضمار العمل في مجال هندسة الطيران لم يكن محفوفاً بالورود كما أردفت ضيفتنا، التي ما إن استلمت وظيفتها الأولى في طيران الإمارات حتى جوبهت بالصد والتجاهل استهجاناً لكونها فتاة تعمل في وظيفة كانت مسؤوليتها الجسيمة تقع فقط على عاتق الرجال لزمن بعيد. بيد أن المهندسة سعاد الشامسي لم تستسلم للضغوطات، مثبتة بأناملها الرقيقة قدرة المرأة على صيانة وتصليح قطع غيار الكائن العملاق الطائر في الفضاء، بل وتبوأت بعد 10 سنوات مركزاً مرموقاً في أهم مشاريع الطيران في الدولة كمستشارة فنية. أول يوم عمل كان هو كأول يوم فرحتي، أني بعد الدراسة و7 سنوات غربة راح أعمل في هذا المجال. كنت في قمة فرحتي، قمة زينتي أني أنا رايحة للعمل، أني راح أكون بقرب الطائرة فعلاً، ودائماً أسميها معشوقتي. فكان أول يوم لي أتعرف على المجال، كانت أول صدمة لي مع المجتمع، أن فتاة في مجال ذكوري، نسبة كبيرة من الذكور 99% ذكوري، فكان هي الصدمة إن كيف سعاد راح
تثبت وجودها في هذا المجال وتقبل المجتمع الذكوري والمجتمع العربي كذلك كمهندسة طيران. فكانت هاي أول صعوبة واجهتها عند دخولي هذا المجال. تخصصت آخر سنة في الجامعة تخصص المكابح وفرامل الطائرة واللاندنج جير، وهي أهم قطعة في الطيارة، بدونها ما تطير وما ما ما تنزل. فعند عملي أول يوم عملت في المكتب الهندسي لطيران الإمارات، وكنت في ورشة الفرامل والمكابح للطائرة، كنت مهندس معتمد في هذا المجال، ولمحد ما وصلت مسؤولة الورشة. التخصص اللي تخصصته هو ميكانيكا بحت، كانت أعمل في نظام شفتات 12 ساعة 3 أيام و3 أيام إجازة، ولكن توصل أحياناً ساعات العمل ل 13 ساعة و14 ساعة، يعتمد على متطلبات العمل. العمل مثل ما قلت هو يعتمد على الفرامل ومكابح الطائرة، نعمل مينتنس دوري حقها، عما توصل القطعة لازم نشيلها من الطيارة ونرد نركبها، فهذا يحتاج منه وقت، يحتاج منا دراسة. حتى أيام الوظيفة كنا في دراسة يومية، في دراسة شهرية، امتحانات، على أساس يظل المهندس مهندس معتمد مثل الدكتور. الدكتور يكون في دراسة دائمة على أساس أن التخصص فيه توسع، كذلك هندسة الطيران. فكنا في دائم في دراسة، في دورات تحتاج منا، لأن مجال الطيران في توسع سنة عن سنة. يعني أتذكر العشر سنين طافت والسنوات الحالية يختلف مجال الهندسة، صار في توسع، صار في تكنولوجيا دخلت في المجال الهندسي الميكانيكي كذلك. فعلى المهندس يكون بتطلع دائما وقراءة دائمة في هذا المجال. فكان هذا عملنا بصورة دورية. حاليا أعمل كمستشار فني لأحد المشاريع في دولة الإمارات، كذلك مشروع في الطيران، مشروع قيم إن شاء الله يشوف النور في السنوات القادمة. أنا مستشار فني متخصصة كذلك في المجال الهندسي كمستشارة وليست كمهندسة. بعدنا شوية عن الميدان، حبينا أن نطور. مثل ما تكرموا شيوخنا قالوا أن الشباب وشابات الإمارات هم قادة المستقبل، فحبينا نروح على الناحية القيادية أكثر ما الناحية الهندسية. صرت في المجال الهندسي 10 سنين، فحبيت أن نوصل للمرحلة الإدارية، أن نعطي فرصة للجيل القادم يكونون معنا، نشجعهم أن في مجال لكم تكونون، والواحد step by step يتطور في مجاله العملي. المجال الهندسي هو مجال عملي بحت. أنا نلبس السيفتي شوز، الجواتي عزك الله بحديد عساس من ناحية السيفتي سايد. نعمل بإيدينا، ما في سالفة والله لا أنا ما راح أشتغل بإيدي، شغل بيور بحت بالإيد. أنك تفتح يعني القطعة تستخدمين تولز معين، المانوالز. فكان مثلي مثل أي رجل في العمل. فما كنت أوصل الفجر العمل اسمي موجود بجانب البقية من الرجال، أن والله سعاد راح أنتي مسؤولة عن القطعة الفلانية للطائرة الفلانية في هذا اليوم. فكان شغل عملي كثر ما هو تأثير جسدي ونفسي، لأن غير أن إحنا مسؤولين عن هذه القطعة أو هذه الطيارة، إحنا مسؤولين عن أرواح ناس. أن هذه القطعة إحنا لازم نتأكد 100% جودتها، أنها صالحة أنها تتركب على الطائرة الفلانية. فإحنا أمانين نعمل لازم نرتب عقلنا وجسدنا، أن راح نشتغل بأيادينا، ما في والله لا راح أتوسخ، لا إيدينا بالجريس بالكربون بهالأمور كلها لمدة 13 ساعة و12 ساعة. كذلك نرتب نفسنا ونهيئ نفسنا معنويا، أن نحن على قد المسؤولية، أن هذه القطعة راح تكون مركبة على الطائرة، ونحن مسؤولين عن أفراد الطائرة وكذلك المسافرين. فلازم نكون كذلك متأكدين 100%. لذلك يعطونا دورات كذلك سيكولوجية، دورات نفسية، يتأكدون أن إحنا قد المسؤولية أن نحن نكون في هذا المكان. حتى كذلك يعطونا دورات أن كيف الواحد يكون مثلاً عنده أمور أو مشاكل عائلية أو مشاكل خارج العمل، خلاص أنت توقف
لفترة من الوقت تكون كإداري على أساس أنك تخلص أمورك وبعدين كذلك ترجع مرة ثانية تعمل. يعني ما تسوي كونكت بينك وبين مشاكلك الخارجية، لأن مثل ما قلت إحنا مسؤولين عن قطعة جدا مهمة، عن مجسم يحمل ناس من دولة إلى دولة. إحنا ما نتكلم عن مجرد سيارة فيها شخص أو شخصين، إحنا نتكلم لمئات الأشخاص تكون في طيارة، مثل الـ 380 يوصل تقريبا 800 شخص في الطيارة. فالمهندس عمله كثر ما هو جسدي هو سيكولوجي ونفسي كذلك، فكنا لازم نتدرب، والمرأة كذلك مختلفة كذلك عن الرجل في هذا المجال، تحتاج أن تثبت وجودها أكثر من الرجل، لأن هي أم، هي زوجة، هي أخت، فيصير كومنيكيت بينها وبين عملها، فيصير شغلها مضاعف عن شغل الرجل في هذا المجال، فلازم تكون مهيئة نفسيا مهيئة جسديا للعمل. بعيداً عن مجال الطيران، حلقت سعاد الشمسي بين أوراق الكتب والإصدارات التي قرأتها وأصدرتها لتنتج رواية زهرة السوسن التي سوف تتحول إلى مسلسل قريب، ناهيك عن إصدار آخر تمنت من خلاله أن تقتل فيه رجلاً بدون دليل. توافق بين عالم الأدب وعالم الطيران أوجدت له وقتاً بين دفتي أجندتها المزدحمة بالعمل والأمومة والمسؤوليات الاجتماعية. عندي كتب أصدرتها ولله الحمد، العام أصدرت أول رواية لي زهرة السوسن، هي رواية واقعية تدور أحداثها ما بين القاهرة ودبي. قعدت مع الشخصية تقريباً سنتين خلال زياراتي للقاهرة، وعشت الحياة المصرية الجميلة، وأصدرتها من دار كتاب في معرض الشارقة الدولي للكتاب السنة اللي طافت. الحمد لله لاقت نجاح، لاقت صدى جميل، وسوف بتكون إن شاء الله في القريب القادم مسلسل، عرضوا علي أنها تكون مسلسل ولله الحمد. أحب الكتابة، أحب القراءة من صغري، عندي يعني لي هوس في الكتب، أعشق الكتاب أكثر ما أعشق المادة. الكتاب تعطيك الحياة، تعطيك النظرة للمختلف الثقافات، للمختلف العقول، فمن خلال قراءتي أصدرت هذا الكتاب، ولي كتاب قادم إن شاء الله كذلك راح ينعرض، راح ينشر في 2017، مختلف عن رواية زهرة السوسن، قصصي ولكن في تطوير العلاقات الزوجية، العلاقات خاصة ما بين الرجل والمرأة، بما أني أعطي استشارات كمستشارة اجتماعية مرخصة من دائرة الاقتصادية، فحبيت أعطي كتاب مختلف للقارئ لفهم عقلية الرجل وفهم عقلية المرأة. دائما نسمع أن عقلية المرأة صعب أن الواحد يفهمها، وفخلال من الاستشارات اللي أعطيها للأزواج وللسيدات وللرجال، حبيت أني أعطيهم هدية كتاب لعلاقات نشوفها منتشرة حاليا في المجتمع العربي أكثر من المجتمع الإماراتي كذلك. نشوف أن الناس ما صارت تفهم بعض، راحوا يأخذون دائما للظاهر، ما يدخلون للعلاقات الداخلية، فحبيت أني أشجع هذا الشيء. فخلال هالأمور حبيت أني أحط كل الاستشارات اللي أعطيها، بعض منها خاصة في العلاقات المتشابهة في الوطن العربي، أحطها في كتاب راح ينصدر كذلك في 2017، طريقة مختلفة ونكهة مختلفة إن شاء الله. شو سميتي؟ أمنيتي أن أقتل رجلاً، خطة لقتل الرجل دون دليل. تنظيم الوقت هو جداً مهم، كلنا عندنا وقت، إن كان المهندس أو الدكتور أو الإعلامي أو حتى كذلك الوزير أو الدبلوماسي، كل واحد إذا رتب وقته راح يشوف له وقت يرتاح، له وقت للكتابة، لهواية معينة. سعاد الشمسي ليست فقط مهندسة، وليست فقط مستشارة لأحد المشاريع، وليست فقط عضو مؤسس لجمعية المرأة في الطيران،
كذلك زوجة، كذلك أم، كذلك أخت. فأحب أقسم أوقاتي في الأسبوع لعملي، لهوايتي، لأمي، لزوجي، لابني الله يحفظه. فتقسيم الوقت جدا مهم، فحبيت أني دائما أرتب جدول الأسبوع أنا أدفانس. في هذا الجدول راح أخلي هذا اليوم لزوجي، هذا اليوم لأمي، هذا اليوم لهوايتي، لسعاد فقط من دون عمل، بدون عائلة، فقط لسعاد إن كان شو ما كنت. فتقسيم الوقت جدا مهم، لكل واحد عنده وقت إذا حاب يسوي له وقت برأيي. مستشارة اجتماعية وأسرية هي أرادت أن تجسر هوة تزداد عمقاً يوماً بعد يوم بين الأزواج. استخدمت مؤسستها المرخصة في المجال الاستشارة الاجتماعية والأسرية، وتبنت الاستشارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستثمرتها لتوصيل أكبر قدر من النصائح، وكأنها أرادت أيضاً أن تحلق عالياً بمتابعيها إلى عالم الانسجام والتفاهم الأسري. مجال الاستشارات الاجتماعية دخلت لعدة أسباب. كنت دائماً بما أني أشتغل في مجال رجالي، كنت أسمع دائماً، خاصة أن إحنا نشتغل ساعات عمل طويلة، وتسمعين الرجال كيف يشتكون، إن كان من خواتهم، من أمهاتهم، من نسائهم، أنهم قاعدين يفهمونهم، والعكس صحيح. فكنت دائماً أسمع لطرف الرجل، وأسمع أن المرأة ما تسمعه، أن المرأة ما قاعدة تفهمه، أن المرأة دائماً تظلم الرجل. أنا مش ضد المرأة، ولكن فعلاً لقيت أن لما أعطي الاستشارات للنساء أنهم دائماً اندفاعيات في مشاعرهم، فصرت أفهم الرجل وأفهم المرأة، فحبيت أني أساعد الطرفين كيفية الوصول لعلاقة ناجحة نوعاً ما، علاقة سعيدة، علاقة إيجابية. فحبيت أني أعطي استشارات، أخذت دورات في القاهرة وفي كامبريدج على أساس أني أكون مدربة ومستشارة مرخصة في دولة الإمارات. أخذت دورات مكثفة في القاهرة وفي كامبريدج، في معهد كامبريدج، ولكن حبيت أني أكون مرخصة من الدائرة الاقتصادية بصورة قانونية في الدولة. فهي ما لها خص بمجال الطيران، ولكن هي مجال يساعد الناس يوصلون لمرحلة كونكت ما بين السماء والأرض. لأن كثير من النساء يحلمون أن بعلاقة ناجحة، فتشوفين أحلامهم توصل للسماء، ولكن ما يتحقق لهم هذا الحلم. فحبيت أني أساعدهم للوصول لهذا الهدف. أعطي الاستشارات عن طريق مواصل التواصل الاجتماعي، كذلك أعطيها كل أسبوع إذا حاب الشخص أو الكابلز، الزوج والزوجة، أو كذلك الشابات اللي حابين يدخلون المجال الطيران، أو شابات على مقبلين على الزواج، أعطيهم أسبوعيا استشارات. في ناس يحبون يكونون وجها لوجه معايا، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بصورة دورية أسبوعيا أنزل فيديوهات عن مواضيع مختلفة، كذلك عن طريق السناب شات. وحاليا مع مدير أعمالي قاعدين نرتب لموقع، راح يكون موقع سعاد الشامسي للاستشارات الاجتماعية، هو موقع راح يكون أستقبل فيك جميع الأسئلة، جميع الطلبات للاستشارات لجميع دول العالم، لأن توصل لي من خارج الإمارات كذلك. فحبيت أنه يكون في موقع رسمي قاعدين نرتب له حاليا، أستقبل فيه جميع الطلبات من العالم. ممتنة سعاد الشامسي لدولة الإمارات التي دعمت المرأة التي سوف تكون قائدة لأهم المشاريع والشركات العالمية كما رأتها مستقبلا. فالإمارات هو وطن تبني الإبداعات النسائية وتحفيزها بلا شك. ففوز المرأة الإماراتية بأهم العروض من قبل الشركات العالمية هو توقع سعاد الشامسي المستقبلي لوضع المرأة الإماراتية. الحمد لله نحن عايشين في دولة مشجعة للمرأة وللرجل. دائما أقول دولة الإمارات العربية المتحدة من أول الدول اللي شجعت المرأة للعمل، شجعتها تكون في مجالات مختلفة، ليس فقط في مجال الطيران، كذلك في مجالات عدة.
لله الحمد، الله رزق أعطانا شيوخ داعمين للمرأة ودائما مشجعين لتمكين المرأة، إن كانت المرأة عاملة كمهندسة، كطيار، كطبيبة، كإعلامية، راح نشوف دائما أن دولة الإمارات من الدول المتقدمة في تمكين المرأة. المرأة الإماراتية والمرأة العربية في دولة الإمارات لديها الفرص عديدة لتطوير ذاتها، تطوير عملها، تطوير شخصيتها واستمراريتها في التطور والتقدم. نظرتي إلى المرأة إن شاء الله في السنوات القادمة لوصولاً 2020 و2030 كذلك، أظن أن المرأة راح في يوم من الأيام توصل مو فقط لبوزيشن قيادي، راح نشوف أن المرأة راح تكون كرئيسة مجلس إدارة لشركات عالمية، راح نشوف أن الشركات العالمية بنظرتي وبرأيي الخاص راح تطلب المرأة العربية والمرأة الإماراتية أنها تقود هذه الشركة مستقبلاً في العالم كله. فأظن أن المرأة العربية لديها فرصة كبيرة للوصول إلى العالمية. سعاد الشامسي أهدافها كبيرة، ولكن تندرج تحت مجال الطيران. بما أني أعشق الطيران، أتمنى أني أحصل الفرصة وأخلص الدكتورة وأكون أول دكتورة معيدة تدرس مجال الطيران في الدول العربية، لأن لا توجد امرأة حاليا تدرس هذا المجال كم امرأة عربية. فأهدافي المستقبلية أني كيف أوصل أدرس الشابات والشباب في مجال الطيران، ليس فقط تشجيعهم لدخول المجال ولكن تدريسهم وأعطيهم الفرصة لدخول المجال والنجاح في هذا المجال إن شاء الله. المهندسة سعاد سلطان الشامسي سيدة تعرف جيدا تحقيق أهدافها، معولة على خبرتها وتفوقها في مجال يحدد مصير مرتديه بتوقيع منها لترخيص تحليق طائرة من عدمه. أستاذة سعاد، مؤسسة الشارقة للإعلام تهديج هذا الدرع وتهديه لكل امرأة إماراتية رائدة في الدولة. أحب أشكرك منية أولاً، وأشكر مؤسسة الشارقة للإعلام على تشجيعها للنساء الإماراتيات في الدولة، وأشكرهم من كل قلبي على هذا الدرع. شكراً جزيلاً.